انت رح تتحسني، بس لازم تريحي حالك. وانا متاكد انه كليتك رح ترجع تشتغل. ايه، الدكتوره قالت لازم تاخذي الادويه تبعك على وقتهم، مشان هيك انا الوحيد اللي رح صير اعطيكي ادويتك. نحن عم نستنى حفيد العيلة، ولهيك ضروري إنه كلنا نكون مستعدين لهالشي. هذا أول حفيد بعيلتنا، ويمكن يكون أمار ملاقي 100 طريقة وطريقة ليدلله، بس اللي بيهمني هلأ إنه ما حدا غيري أنا رح يدلله ويلعبوا لعبة الحصان. بما إنه أنت رح تلعبوا لعبة الحصان، فأنا شو رح أعمل؟ رح ألعب معه لعبة الغميضة، وممكن إنه نتسابق أنا وياه. إيه؟ لهيك أنا بلشت أتدرب من هلأ على الركض، منشان ما يجي يوم ويضحك علي ويسبقني ويقول إنه أنا ما بقدر أركض مثله. أنا ما بعرف طبعه لأمر منيح، بس لما كان ساهر ولد صغير كان كتير مشاغب، كان يضل عم يركض بهالبيت طول النهار. وأنا متأكدة إنه حفيدنا الحلو رح يطلع مشاغب مثله وبيحب الحركة. ليكو، أنا مبارح فكرت كتير وقررت إنه استقبل الصغير بهدية حلوة، بشرط إذا كانت بنت فهاللعبة إلها، أما إذا كان ولد ما رح أهدي شي. بس ليش هيك؟ البنت إلها اللعبة والولد ما له شي؟ هو بصراحة أنا ضليت فترة طويلة كتير وأنا قاعد عم فكر بهذا الشي. معقول؟ وبعدين اللي طلع معي بعد كل هالتفكير ايه، انا شو كنت عم بحكي؟ الاولاد ما لهم اي فايده، والبنات دايما بيكونوا مفيدين. البنات بيحبوا انه يحكوا بشغلات مهمه كتير، والاولاد ما بيحكوا شيء مهم، والبنات ما بيطلعوا من بيتهم ابدا الا وهن كتير مرتبين، صح؟ هلا شيلني من هذا الموضوع وهات لشوف. قلي انت شو بتتوقع، تيجي بنت ولا يجي صبي؟ انا ما عندي فكره ابدا، بس اذا اجت بنت حيكون احسن. وأنا كمان حاسة إنه رح تجي بنت، بس الإنسان مو دائماً بحقق اللي بده إياه. الإنسان لازم يكون مستعد دائماً لأي ظرف بصير. إيه، نحن عملنا كل التجهيزات على أساس تجي بنت، بس بلكي كان صبي، شو منعمل؟ من شان هيك نحن لازم نروح نجهز أغراض لصبي كمان، مو صح خالتي؟ كلهم مبسوطين مشان الولد اللي رح يجي، وأنا ما بعرف شو بدي ساوي. شو رح تكون ردة فعلهم لما يعرفوا الحقيقة وشو اللي صار؟ كأنه بدهم رفع شوي، ما؟ ارفعهم ارفعهم، ما عاد في شيء. هدول تمام، يلا رح علق مثل هدول هني. يلا قرب قرب، شيل لي هاي لهنيك، روح. على مهلك شوي. بارات؟ شو الموضوع؟ اللي شوفي انت، بس اصبر شوي يا اخي، هاي وصلنا خلاص. ماشي. بس لحظة، واحد، اثنين، ثلاثة. مفاجأة مفاجأة. هالتحضيرات للصغير ابني، بتمنى انت تحضر له العرس
ليك أنا اللي اقترحت فكرة نصف الأضوية، والباقي فكرة بارات وعمو أنيس كمان. والمفاجأة الثانية وينها؟ صحيح عندك مفاجأة ثانية بس بعد شوي. أختي يلا امشي خلينا ننزل. ليش شوفي؟ نحن هلا عم نستنى حفيدنا الأول لحتى يجي، مشان هيك عملنا كل هالشي. هاي الحفلة بس حجة لأنه نحن بدنا نحتفل. بس بالأول قلي لشوف شو رأيك بهالمفاجأة؟ أنا ما فيني أعمل هيك. ما فيك تعمل هيك؟ فهمنا شو قصدك. هي الحفلة عملناها بشان حفيدنا ابني، هيك العادات. بعرف هالشي بس ما رح تصير بهالبيت لأنه ما في ولد رح يجي. شو هذا اللي عم تقوله؟ من إمتى أنت بتعرف كل هذا الشيء وساكت وما عم تحكي؟ ليش ما حكيت؟ نحن مو عيلتك يا ابني، أنا مو أمك. كنت لازم أفكر كتير قبل ما أحكي يا أمي، ما بدي أحرجكم أبدا. كل مرة بحاول إنه أحكي بس بشوف كيف أنتم مبسوطين بالخبر. ما عاد أقدر أحكي شيء. بدك يعني يجي يقول إنه ما في ولد رح يجي؟ تخيلوا إنه ديفيا عم تتحمل هذا الشيء. هي ما عبرت عن وجعها وما حكت لأي حدا، بس تحملت كل اللي صار وضلت مبتسمة دائماً. أنا آسف كتير يا ماما، أنا آسف على اللي صار. أنا ديفيا، ديفيا ديفيا. أنا خبرت الكل بالحقيقة يا ديفيا، حكيت كل شيء. أكيد الكل بيكونوا زعلوا هلأ، نحن أكيد زعلنا هون كتير. كل اللي بالبيت بحبوك كتير كتير يا ديفيا، وهن نحسوا بالوجع اللي عم تحسي انتي. انا شفت بعيونهم كل هذا الشيء. وهلا اهدي اهدي مشان تاخدي الدواء تبعك. خدي هذا دواكي وهي كاسة المي. أمار
أنا حاسة حالي متوترة كتير. طيب لكان أنا رح جيب لك كاسة عصير. أنا وحياتك رح أجيبك على هالعالم ولو بأي طريقة، كرمالك بدها تعمل كل شي بيطلع بإيدك، ولو شو ما كان رح أتحمل كل شي كرمالك. لو الثمن هو حياتي فرح حافظ عليك. هالولد هو الحلم الكبير وسبب السعادة لكل شخص موجود بهالبيت، وهو آخر علامة على الحب اللي بيناتنا أنا وياك أمار. أنا آسفة كتير، أنا عم بضطر خبي هاي الحقيقة عنك بس مشان فرحة كل اللي موجودين بالبيت. أكيد مستحيل أنه تفكري تقتلي لي ابني. مدام سين، قرارك هاد مو مزبوط، بس ماشي رح أخبر زوجك بالموضوع. دكتورة يا ريت لا تقلي له شيء أبدا، إذا عرف أني تركت الولد فما رح يرضى أنه يخلي لي. لا تجيبي له سيرة، ممكن لا تخاف أبدا ابني، أنت لساتك بخير، رح تكون بأمان. يلا اشربي. أخذتي دواكي؟ أخذتي؟ ديفي أنا مقدر حالتك النفسية الصعبة، وبعرف قديش أنت هلأ زعلانة وموجوعة كتير، بس مع الوقت كل شي رح يرجع منيح، بس أهم شي روقي. ارجعي مثل ما كنتي من زمان، فيكي حيوية ومرحة، ومع الوقت رح ننسى كل شي صار وكل شي رح يرجع منيح ومثل الأول.
لشوكي قلبك. انت ما خبرتي حدا منا وتحملتي كل هالوجع. انت ما لازم تخبي اي شيء بقلبك. بهيك وقت اكيد عائلتك رح تكون واقفه معك. ليك انتي بتعرفي انه كلياتنا منحبك ومنخاف عليك كليات. كيف قدرتي انه تفكري بنتي تتحمل الوجع كله ولحالك؟ نحن على طول رح نكون كلياتنا جنبك. كوني قوية بنتي، اللي بده يصير حيصير. نحن ما فينا غير نتقبل اللي عم يصير معنا. وتأكدي بنتي، أكيد بعد الوجع رح يجي وقت وترتاحي. مرت أخي، أنت لازم تعالجي كليتك قبل كل شيء، وهذا الشيء لازم تسويه لو شو ما كان الثمن. إيه بنتي، وليك لا تفكري هلأ بموضوع الولد أبداً. إذا كان مكتب لك هالشي فأكيد رح يصير عندك ولد. تركي هالشي هلأ، لا تشغلي بالك بهالموضوع، أنتي لساتك صبية. كنت دائماً أحلم إني أعمل كل الشغلات الحلوة مشان أحتفل بجاية ابني على هالدنيا، بس هلأ لا، هذا كله ما رح يصير، لأنه ابني ما له محظوظ لدرجة إنه ينعملوا الاحتفالات كرماله. بس أمك رح تعمل كل هاي الاحتفالات مشانك أنت. أنا رح أعمل كل شيء وما رح أقصر أبداً بالاحتفال بإبني. ديفيا، انت عم تعملي هاي الشغلات مشان ابنك؟ هذا بيعني انك ما نزلتي الولد؟ انت لساتك لهلا حامل؟ قولي لي اختي، حكي صحيح؟ ايه صح جوري، انا لهلا لساتني حامل بابني. اختي بس هيك انتي؟ بس وطي صوتك، ما في اي حدا بالبيت بيعرف في هذا الشيء غيرك انتي. ايه بس جوري،
قولي لي انت بتعرفي انا ليش هيك سويت؟ ايه بس يا اختي انت لو بتاخدي العلاج تبعك بسرعه رح تطيبي انا متاكده. بس اذا انت بتضلي حامل بهالولد فوقت رح تكون حياتك بخطر كبير. انت ليش ما عم تفهمي هذا الشيء؟ شو بدي اقول جوري؟ لما تختاري بين حياتك وحياة ابنك اللي عم تحلمي باللحظة اللي تشوفيه فيها كل يوم، وقتها أكيد رح تختاري إنك تنقذي ابنك. شوفي، بدي إياكي توعديني إنه أنتي رح تاخدي مكاني فوراً بعد ما يخلق ابني، وعديني. لا أختي، أنا قلت لك مرة قبل هلأ أنا ما فيني أخذ مكانك أبداً. شو هالحكي؟ يعني ليش ما فيكي؟ لا أنت فيكي تساوي هيك. لا ما فيني يا أختي، ما بقدر أعمل هيك شي. أنت بتقدري صدقيني قولي. هلأ بدي أوعد منك، يلا وعديني إنه بعد موتي أنا أنتي رح تكوني مرت أمار، وكمان رح تكوني بمكان الأم لأبني. أنتي بدك تاخدي المكان تبعي. لو سمحتي أنا بترجاكي يا أختي، أنا بعمل أي شيء تاني بدك إياه مني، بس لا تخليني أوعدك بهذا الوعد. بس أنا ما فيني أعمل شيء مثل هاد لأنه ما في عندي أي خيار تاني، ما في حدا بالبيت بيقدر إنه يساعدني غيرك أنتي. كأم أنا عم بترجعك ربي لي ابني، إذا بصير أي شيء لأبني أنا أكيد رح أموت من قهر. صدقيني، أنت شو مفكرة يعني؟ إنه أنا ما عم بتمنى إني ضل عايشة حياتي كلها؟ إنه أنا ما بدي ربي ابني وأفرح وأنا عم بحضنه وبوسه؟ أنا كل حياتي بس كرمال ابني. وانتي لازم تاخدي هالولد وتربي أول ما يخلق، وعديني انتي لازم تكوني الأم لابني جوري. قلك شي مهم، أمار عم بيحاول يبين إنه هو قوي كتير، بس هو ماله هيك، هو كان مبسوط وبده هالولد وعم بيحلم فيه. أنا ما بعرف شو بصير بكرة، بس على القليلة أنا فيني أترك له علامة لتذكره بحبنا الكبير دائما، يمكن بهالطريقة يعيش مبسوط وسعيد. وين بيكون الغلط إذا أنا عملت هالشي؟ ليلي، مو كل اللي صار معنا كان مقدر ومكتوب لإلنا؟ وأي شي بيصير في إله هدف معين بحياتنا، مثل الحادث اللي صار. ولما أمار وصل على القرية تبعك أنتي فكرتي خطيبك بوقتها، وهو ضل هنيك فترة طويلة لحتى ينقذ حياتك وليحميكي من كل المشاكل، وكمان تزوجت لنفس السبب. وبعدين أنتي إجيتي على هالمدينة زيارة، وبعد أنتي كمان تعرفتي على أمنا وجيتي على بيتنا، على بيتنا نحنا، بيتنا نحنا بالذات من بين كل البيوت اللي بالمدينة. معقول إنه كل هالشغلات يا جوري تكون صارت هيك بس لأنه صدفة؟ هذا الشيء مكتوب ومقدر إنه أنتي تجي لعنا قبل ما أموت أنا وتعيشي معنا هون.
لساتك متخيلة إنه كل هالشي صار بالصدفة؟ جوري، هلأ بدك تجاوبيني. أنا بعرف إنه ما عندك جواب، بالحياة ما بيكون عنا جواب واضح دائماً لكل سؤال منسأل. نحن بس منشوف بس الطرقات اللي قدامنا، ونحن لازم نمشي بهي الطرقات بدون ما نسأل ليش هيك عم بيصير معنا. لازم نكون واثقين بأنه مكتوب إلنا الأحسن. قولي، أنا بس اللي بدي إياه إنه أمار وابني كمان يكونوا مع حدا يحبهم. وقت اللي أنا بتطمن عليهم ساعتها رح أموت وأنا قلبي مطمن. لا يا أختي. جوري، ثقتي فيكي ما لها حدود، وأنتي لازم تساعديني وعديني. مرت عمي، اتفضل خدي البركة. عادات بنات العيال المنيحة لازم تكون منيحة. وعاداتنا بتقول إنه لازم إنك تحطي على راسك شال، وخصوصي وقت يكون موعد أخذ البركة، وكمان وقت بتقدمي الطبق للكبار. أنا بعرف إنك كنتي كنة لعيلة تانية، والمفروض إن تكوني بتعرفي، بس انت شكلك ما تعلمتي شي هونيك. وكمان اجيتي لهون وما عم تتعلمي ولا شغلة على اصول تبعها. مرت عمي، بدي تسامحيني، بترجاكي رح انتبه اكثر المرة الجاية. ما في مشكلة، هذا الشي مو غلطك انتي، حظك هو اللي مو منيح. انتي عطول منحوسة. شوفي، من اول ما فتي على هذا البيت ليكي ديفيا المسكينة خسرت ابنها، ورح ضل حاول انه بارات وهي العيلة ما يصيروا يدفعوا ثمن هذا الحظ السيء اللي انت جبتيه معك. بس انت ما في داعي تخافي من اي شيء، في عندك زوجي وعيلته، هن اللي لازم يخافوا. انت عطول منحوسة. شوفي، من اول ما فتي على هذا البيت ليكي ديفيا المسكينة خسرت ابنها،
أنا بعرف إنك عم تفكري كيف كنت أنا قبل ما أتعرف عليك وشوفك وتصيري مرتي. أنا هلأ بكون زوجك أديتي، يعني لازم تحكي لي كل اللي بقلبك بدون ما تخجلي مني. طيب شوفي لقلك، إذا ما بدك تحكي لي شو اللي مضايقك وشو اللي مزعوجي منه أنت، فبهي الحالة أنا رح حس بأنه أنت لسه ما بتوثقي فيني. لا هو ولا شيء، بس تعبت من الشغل لحتى خلصته، مشان هيك ما انتبهت عليك. أنا آسفة، من هون ورايح رح أنتبه. ما في داعي تتأسفي مني أبداً، بس ما بيمنع أن يكون معك لما تسرحي بخيالك هيك، يعني ما بدي يكون بعيد عنك حتى ثانية واحدة، لك حتى بأحلامك بدي يكون معك. مبسوطة. هلأ كيف بدي أحكي لك؟ كيف بدي أقول لك إنه عالمي اللي أنت بدك تكون جزء منه ما رح يعطيك غير الوجع والزعل؟ لهيك أنا بخليك بعيد عني. تفضلي ديفيا. هالأكلة يمكن تضر وتأذي الطفل. خالتي أنا رح أعطيها لديفيا. جوري اهتمي أنت بشغل المطبخ أول وبعدين اعملي شو ما بدك. بيضر الطفل، يمكن مشان هيك جوري كانت عم تبعدهم عني. تفضلي بنتي، فواكه تازة ومنيحة لإلك. ماما أنا رح طعميها. شوفي هاي الأكلة كتير طيبة ونافعة، يلا ديفيا دوقيها شوي، بس شوي، يلا دوقي. لا حبيبي أنا مو جاي على بالي، أمار ما بدي، خلاص ما بدي. كلي بس شوي. ما بدي، قلت لك أنا ما بدي. أمار شبك؟ أنا آسفة. بسيطة، بظن لساتها زعلانة، هذا شيء طبيعي لأنه هي خسرت ابنها. أنا آسفة كتير حبيبي، ما فيني أعمل شي يضر ويأذي ابني لو شو ما كان، وما بقدر أعرضه للخطر، ما بقدر. أنا آسفة، أنا
صرخت عليك وقت اللي كنا عم نفطر، واللي عملته كان كتير غلط. وهلأ أنت مرتاحة بعد ما صرختي؟ حاسك منيحة كتير، صرخي كمان. رح أرجع على البيت بكير المساء. سلام. ديفيا يمكن نسيت تاخد دواء. اختي هلا هذا وقت انك تاخدي دواكي. شكرا. لو ما كنتي انتي معي كان كتير صعب علي اتحمل كل هذا العبء لحالي. رح كون معك على طول بكل شيء، رح كون بكل خطوة، ورح ضل ادعي لك انه هالولد يخلق بخير وسلامة، وكمان انتي ما يصير لك اي شيء، وانكم تعيشوا سوا. لازم روح لعند الدكتورة اليوم مشان اطمن اكتر. تروحي معي لعند الدكتورة؟ بس روح. اكيد بروح معك اختي، ما في داعي حتى تسأليني عن هذا الشيء. دكتورة كيف نمو الجنين؟ منيح؟ وضع الجنين كتير منيح، بس بتعرفي شغلة؟ طالما الجنين عم يكبر ببطنك رح تضطري تتحمل الوجع ورح يزيد عليكي ويتعبك. انت عندك استعداد تتحملي هالوجع؟ ماما لا تخليني روح لبعيد، لا تخليني روح يا ماما. اكيد فيني اتحمل، ابني هيك طلب مني.